لدينا هذه المعادلة سالب 9 ناقص كل هذه العبارة 9x ناقص 6، حيث كل هذا الشيء مطروح من سالب 9 ويساوي 3 ضرب كل هذه العبارة 4x زائد 6. الآن من الجيد أن نبدأ بالتخلص من هذه الأقواس، وأفضل طريقة للتخلص من هذه الأقواس هي ضربها. هنا يوجد سالب 1، أنت ترى إشارة سالب هنا، ولكن حقيقة تعني نفس الشيء مثل سالب 1 ضرب هذه الكمية، وهنا لديك 3 ضرب هذه الكمية. إذن لنضربها باستخدام الخاصية التوزيعية. إذن على الطرف الأيسر من المعادلة لدينا سالب 9، ثم نريد أن نضرب سالب 1 ضرب كل هذه الحدود، بالتالي سالب 1 ضرب 9x يساوي سالب 9x، ثم سالب 1 ضرب سالب 6 يساوي زائد 6 أو 6 موجبة، وهذا سوف يساوي، دعونا نوزع الثلاثة، 3 ضرب 4x ويساوي 12x، ثم 3 ضرب 6 يساوي 18، 3 ضرب 6 يساوي 18. الآن ما نريد عمله هو جمع الحدود الثابتة على طرف إن استطعنا. لدينا سالب 9 و 6 هنا، وعلى هذا الطرف الأيمن لا يمكننا جمع 18 و 12x. إذن دعونا نجمع السالب 9 والستة، فهما حدان ثابتان على الطرف الأيسر من المعادلة. إذن سيكون لدينا هذه التسعة إكس، بالتالي سيكون لدينا سالب 9 إكس زائد، لدينا سالب 9 ثم موجب 6، إذن سالب 9 زائد 6 يساوي سالب 3. إذن سيكون لدينا سالب 9x ثم لدينا سالب 3، إذن سالب 3 هنا، هذه سالب 9 زائد 6 وهذا يساوي 18 زائد 12x، 12x زائد 18. الآن نريد أن نجمع كل حدود x على أحد الأطراف المعادلة، وكل الحدود الثابتة سالب 3 وزائد 18 على الطرف الآخر. أحب دائما أن أضع حدود X على الطرف الأيسر إن استطعت، أنت لست مضطرا أن تضعها على اليسار، إذن دعونا نفعل ذلك. إذا أردت أن تكون كل حدود X على اليسار، علي أن أتخلص على اليمين من هذه الـ 12X، وأفضل طريقة لعمل ذلك هي أن نطرح 12X من طرفي المعادلة. إذن دعوني أطرح من اليمين 12X ثم أطرح 12X من اليسار. الآن على الطرف الأيسر لدي سالب 9x ناقص 12x، إذن سالب 9 سالب 12 هذا يساوي سالب 21، سالب 21x ناقص 3 يساوي 12x ناقص 12x، هذا لا يساوي شيء، إنه صفر، يمكن أن أكتب صفر هنا لكن لا أريد أن أكتب أي شيء، وهذا كان هدفنا من طرح 12x من الطرف الأيمن، وهذا سوف يساوي، إذن على الطرف الأيمن بقي لدينا 18، بقي لدينا فقط تلك 18 هنا، هذان الشيئان تم حذفهما. الآن دعونا نتخلص من هذه الناقص 3 من الطرف الأيسر حتى يكون لدينا على الطرف الأيسر حدود X، وعلى الطرف الأيمن يكون لدينا فقط حدود ثابتة. وأفضل طريقة لحذف ناقص 3 هي أن نجمع 3، بالتالي تصبح 0. إذن سوف نضيف 3 إلى اليسار ونضيف 3 إلى اليمين، ثم نحصل على الطرف الأيسر من المعادلة. سالب 21 ضرب X، لا يوجد حدود X أخرى لنجمعها أو نطرحها، هنا لدينا فقط سالب 21 X ثم سالب 3 وزائد 3 أو موجب 3 تلغي بعضها، هذا هو هدفنا، تساوي ماذا تساوي؟ 18 زائد 3، 18 زائد 3 تساوي 21، 21. إذن لدينا الآن سالب 21 X يساوي 21، ونريد أن نجد حل X.
فإذا كان لديك شيء ما ضرب x وتريد فقط أن يبقى x، فدعونا نقسم على ذلك الشيء، وفي هذه الحالة ذلك الشيء هو سالب 21. إذن دعونا نقسم طرفي هذه المعادلة على سالب 21، نقسم طرفين على سالب 21، على الطرف الأيسر سالب 21 على سالب 21 يبقى لديك x، وهذا هو هدفنا الأساسي من القسمة على سالب 21، ونحصل على x تساوي، ماذا تساوي 21 على سالب 21؟ هذا فقط سالب 1، صحيح؟ لديك النسخة الموجبة مقسومة على نسختها السالبة، بالتالي تساوي سالب 1. إذن تلك هي الإجابة، تلك هي إجابتنا. الآن دعونا نتحقق من أن إجابتنا صحيحة حسب المعادلة الأصلية. دعونا نعوض سالب 1 في تلك المعادلة الأصلية. إذن لدينا سالب 9، سوف أعملها هنا، سأعملها بلون مختلف من الذي نستخدمه. لدينا سالب 9 ناقص هذا الواحد، لم يكن موجود بالأصل. إذن سالب 9 ناقص 9 ضرب سالب 1، إذن 9 ضرب، سأضع سالب 1 داخل قوسين، ناقص 6 وتساوي، دعوني في الواقع أجد حل الطرف الأيسر أولا عندما أعوض ناقص 1 هناك. إذن الطرف الأيسر يصبح سالب 9 ناقص 9 ضرب سالب 1 تساوي ناقص 9 ناقص 6، بالتالي هذه تصبح سالب 9 ناقص، في داخل الأقواس يوجد سالب 9 ناقص 6 وتساوي سالب 15، إذن هذه تساوي سالب 15، بالتالي نحصل على سالب 9، دعوني أتأكد من ذلك. لدينا سالب 9 ناقص 6، صحيح سالب 15، بالتالي لدي سالب 9 ناقص سالب 15، وهذا نفس الشيء مثل سالب 9 زائد 15 وتساوي 6. إذن هذا ما نحصل عليه على الطرف الأيسر من المعادلة. عندما نعوض x تساوي سالب 1 نحصل على أنه يساوي 6. إذن لنرى ما يحدث عندما نعوض سالب 1 في الطرف الأيمن من المعادلة. سوف أعملها بالأخضر، نحصل على 3 ضرب 4 ضرب سالب 1، 4 ضرب سالب 1 زائد 6، بالتالي هذه تساوي 3 ضرب سالب 4 زائد 6، وسالب 4 زائد 6 تساوي 2، إذن هذه تساوي 3 ضرب 2 وهي أيضا 6. إذا عندما تكون x تساوي سالب 1 نعوضها هنا، والطرف الأيسر يصبح 6 وأيضا الطرف الأيمن يصبح 6، بالتالي هذا صحيح بالتأكيد.